دلوقتي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. بيعاني أطفال سوريا من آثار الحرب يلي إلها 6 سنين. طبعاً هالشي بيعرضهم لاضطرابات نفسية ممكن تتفاقم مع مرور الوقت إذا ما تم علاجها. نفسية الطفل حساسة أكتر بكتير من الإنسان البالغ، وبيعبر عن شعوره بشكل إرادي أو لا إرادي. ومن أكتر الوسائل يلي بيعبر فيها عن شعوره هو الرسم. استخدم الرسم كواحد من العلاجات النفسية للأطفال ويلي عم يتم اتباعها بوقتنا الحالي، وسميت بالعلاج بالرسم. وممكن هالنوع يدعم لدرجة كبيرة العلاج التقليدي المتعارف عليه، بحال إذا كان الطفل ما بيحكي كتير أو ما بيحكي لغة الطبيب المعالج مثل حال الأطفال اللاجئين. ولجوء الطفل بهاي الحالة للرسم بيطالع كل شي جواته من توتر وقلق وبيرجعه للواقع يلي بيرفضه، ومن بعدها بيحس بالاسترخاء، الشي يلي بيمكن الطبيب المعالج من متابعة العلاج بشكل أسهل. طبعاً الرسم علاج للإنسان من زمان، بوقت ما كانت تنتاب الإنسان المخاوف من الحيوانات مثلاً فكان يرسمها على الحيطان. بيعتمد العلاج بالرسم على 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التفريغ، ويلي بتمنح الطفل إمكانية إنه يطالع كل شي جواته من خلال الرسم. هاي المرحلة ممكن تكون كافية لتفريغ غضب أو حزن الطفل حتى في حال غياب المعالج. والمرحلة الثانية فهي مرحلة التحليل، وهي الأهم بالعلاج، فمن خلالها بيقدر يتعرف المعالج على المريض بطريقة غير مباشرة، يعني بيقدر يتعرف على الضغوطات والمشاكل النفسية يلي بيعاني منها الطفل، وهي المعلومات بتساعد المعالج لاحقاً بالمرحلة الأخيرة للعلاج ويلي بتتم عن طريق الرسم كمان. العلاج بالرسم ممكن يكون له نتائج فعالة بحالات الاضطرابات النفسية والاكتئاب. من خلال عملية إسقاط الصور على الورقة بيقدر الطفل يفرغ الطاقة السلبية يلي بداخله وبيعبر فيها عن يلي حاسس فيه باللاوعي ومن دون الحاجة لاستعمال لغة الحكي. عملية التفريغ هي بتفيد بتغيير السلوك، وفي حالات كتيرة ما بتحتاج وقت طويل لنقدر نشوف نتائجها. بتمنى بضلوا بخير أنتوا وأطفالكم. سلام. دعم نفسي بشد حيلك مع